انتوا اللي عملتوا فينا كده من يوم ما خليتوا المنتخب اهلي وزمالك، ومن يوم ما خليتوا المدرجات للعائلات والفسح، واحنا مش فارق معانا المنتخب المصري. تقول لي ازاي يا عم سمير مش فارق معانا المنتخب المصري؟ اقول لك انا كمشجع للنادي الاهلي ما بيفرقش معايا المنتخب المصري يكسب ولا يخسر من ايام حسن شحات. اقول لك والله العظيم لو مباراه النادي الاهلي الوديه في نفس ميعاد المنتخب المصري ومذاعه لا راح اتفرج النادي الاهلي. ليه يا معلم؟ لان النادي الاهلي هو اللي بيفرحني، لانه منظومه متكامله. من ايام زمان وايام حسن شحاته كان المدرج ده بيبقى كامل العدد وكل واحد بيشجع لانه همه على المنتخب المصري. ساعتها كان اي منتخب بيجي استاد القاهره كان مسمينه استاد الرعب، لان ساعتها كان كل واحد في المدرج قلبه على المنتخب. انما النهارده كله راح يتفسح، انما النهارده كله مش فارق معاه المنتخب المصري، كله واخدها حته فسحه انا والعيله، وهنتفرج على محمد صلاح وتريزيجيه ومرموش وهنتصور معاهم صورتين حلوين. انما احساسي من ناحيه المنتخب ما عادش فارق معايا يخسر ولا يكسب، لانه بقاله فتره ما خدناش بطوله مع الكوكبه من اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المصري، ما خدناش ولا بطوله. ليه بقى؟ لان الاتحاد المصري مش فارق معاه المنتخب المصري، مش فارق مع اي حد، ما بقفش في ظهر اي حد. يعني لو حسام حسن مثلا خسر مباراه ولا اتنين هتلاقي اول ناس طلعت اتكلمت عليه ومشوه الاتحاد المصري، زي ما عملوا مع ايهاب جلال. وهتلاقي الاعلام المصري مش سايب المدرب بتاع المنتخب. ليه بقى؟ لانهم مش عايزين المنتخب المصري ينجح. اتحاد كامل واعلاميين مش فارق معاهم المنتخب المصري. انا كمشجع للمنتخب المصري هيفرق معايا المنتخب المصري ازاي؟ ومن يوم ما اخلي كل اهلاوي او كل زملكاوي يبص على اللاعب بتاعه عمل اسيست ولا جاب هدف علشان اطلع افرح باللاعب بتاعي، ومن ساعتها مش فارق معانا المنتخب المصري. اهم حاجه انديتنا، لان انديتنا هي اللي بتفرحنا وهي اللي بتجيب لنا البطولات. وعارف ايه اللي يدل على كده؟ قبل اي مباراه للمنتخب المصري هتلاقي اللعيبه بتطلع تشحت المشجعين. ليه بقى بتشحت المشجعين؟ لان انتوا خلصتوا على المشجعين، انتوا اللي خلصتوا على المشجعين بايديكوا، ودلوقتي بتتحايلوا عليهم عشان يشجعوكوا في المدرجات. انسوا، يوم ما تخلي للمشجع كرامه ساعتها المشجع هيروح للاستاد وهو مطمن. بس كده، يلا سلام.